هم العشرات من الطلبة الأحرار الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018. خرجوا اليوم في وقفات احتجاجية عبر العديد من ولاية الوطن للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم، باعتبار أن العلامات التي تحصلوا عليها لا تعكس مستواهم ولا المجهودات المبذولة من قبلهم. جينا اليوم احنا الطلبة الأحرار المترشحين البكالوريا 2018، مستنا موجة الظلم كبيرة بزاف، وهاد الموجة مست الطلبة الأحرار في 48 ولاية. هادو ما نقاط ماشي كامل تاوعنا، باسكو حنايا بذلنا مجهود كبير والصهر وتعب كبير بزاف بزاف بزاف، لاحظنا بلي لي موايان تاعنا هبطوا بزاف. طالبوا بالحقوق اللي ما كانتش غير متوقعه، اغلبنا جايبين الباك، وكاين اللي جايبوا الباك خطره زوج خطرات ثلاثه ويعاودوا يساكريفيو. انا شخصيا بيرسونال ما عاودت الباك هذه ثروزيام فوا، وجبت العام اللي فات وساكريفيت توت اون اني. من الناجحين من شكك في كفاءة الأساتذة المصححين، لا سيما وأن أغلبهم تخرج مؤخرا من الجامعة. التصحيح بسبب الأساتذة الجدد والغير مؤهلين بشكل جيد، أو لا أعلم أنه ربما سياسة انتهجتها وزارة التربية من أجل إقصاء أكبر عدد ممكن من الأحرار، لأنه كما نعلم يعتبرونهم غير تابعين لوزارة التربية، وكما صرحت من قبل الوزيرة. المحتجون طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لإنصافهم. يا وكاملها هردوهم في التصحيح تاعهم، ما كانتش دايرة هذاك الحساب. بصح يا اختي نعطي الرسالة لرئيس الجمهورية يتدخل في هذا الموضوع، لاخاطش التصحيح كارثي. ماشي ماناش نطالبوا يزيدوا لنا نقاط، ولا ديجا صعبوا لنا بزاف الحياة، ديجا دراسة في الجزائر بزاف يديروا لك بزاف العراقيل، ماناش نطالبوا يزيدوا لنا ولا لي نوت ولا يطلعوا لنا، أعطونا حقنا. أنا خدمت، أعطوني واش خدمت سيتو. إذن وبالرغم من أنهم تحصلوا على شهادة البكالوريا وبعلامة جيدة، إلا أن هذا لم يمنحهم من الخروج إلى الشارع، والسبب أن المعدلات الممنوحة لهم لا تعكس قدراتهم ومجهوداتهم طيلة العام.